حزب الحرية والخضر يتبادلان الاتهامات المهينة في مناظرة تلفزيونية. حزب أسبوعي يكشف عن برنامجه الانتخابي الذي يهتم بالاحتياجات اليومية. نقاشات بناءة بين حزبي نيوز والشعب في حوار الانتخابات 24. وزير الخارجية يدعو لتغيير نظام اللجوء الأوروبي لأن الحرب في سوريا انتهت. منظمة فولكس هيلفا: أزمة السكن سوف تؤثر على قرارات الناخبين. واحتجاج فلسطيني يرافق زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي للبرلمان النمساوي. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تبادل هيربرت كيكر رئيس حزب الحرية النمساوي FBO وفينا كوغلا رئيس حزب الخضر اتهامات حادة، حيث تبينت مواقف الحزبين بشكل كبير. وتركز النقاش في مناظرة على ORF على مواضيع مثل الهجرة، الاقتصاد والسلام، حيث انتقد كيك الحزب الخضر لتراجعه عن مبادئه ودعمه لما أسماه التحريض على الحرب. من جانبه أكد كوغلا ضرورة عدم السماح لليمين المتطرف بتولي مسؤوليات حكومية، وانتقد التحالفات المحتملة بين حزبي الشعب والحرية. وفي مجال الصحة توافق الطرفان على ضرورة إصلاح النظام الصحي بسبب البيروقراطية المفرطة. أعلن الحزب الديمقراطي FBO عن برنامجه الانتخابي الجديد الذي وصفه رئيس الحزب أندرياس بابلا بالخطة المستقبلية الهامة. وركز البرنامج على مقترحات مثل فرض ضريبة على الثروات وتعليق زيادات الإيجارات والعمل لأربعة أيام في الأسبوع وتقديم 367 يورو إعانات للأطفال إلى جانب وجبات وتذاكر نقل مجانية. وفي نزاع الشرق الأوسط دعا إلى حل الدولتين. وفي سياسة اللجوء دعا لتوزيع اللاجئين على الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن من يرتكب جرائم يجب أن يشعر بشدة القانون، إضافة للترحيل إلى دول خارج الاتحاد. قدمت رئيسة حزب نيوز بياتا ماين رايزينغا حزبها كمحرك للإصلاحات، وانتقدت سياسة الحكومة فيما دفع رئيس حزب الشعب النمساوي كارني هاما عن حزبه مقللا من أهمية عرض التعاون. جاء ذلك في المناظرة الانتخابية على قناة ORF، وعرضت ماين رايزينغا تشكيل تحالف إصلاحي، وطالبت نيهاما بتحديد موقفه من التحالف مع حزب الحرية FBO والذي استبعده نيهاما كليا تحت قيادة هيربرت كيكل. وشمل النقاش الاقتصاد والهجرة وسوق العمل، حيث اختلف الطرفان في وجهات النظر حول إدارة الأزمات، فيما دعت ماين رايزينغا لإصلاحات هيكلية شاملة. دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ إلى إعادة هيكلة نظام اللجوء الأوروبي، مشيرا إلى وجود إخفاقات وثغرات عديدة، معتبرا أنه لا يتوافق مع اتفاقية جنيف للاجئين، ودعا إلى إعادة صياغته من الصفر. وأشاد شالينبرغ بقرار ألمانيا بترحيل اللاجئين الأفغان المدانين، متوقعا تعزيز التنسيق مع النمسا، كما كشف عن توقيع النمسا اتفاقيات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك اتفاقية وشيكة مع غانا. وفيما يتعلق بسوريا، أكد شالينبرغ أن بعض مناطق البلاد آمنة، مشيرا إلى الزيارات السياحية لبعض السوريين لحضور حفلات الزفاف. صرح إيريك فينينغا مدير مؤسسة فولكس هيلفا بأن تكاليف السكن المرتفعة أصبحت أزمة تؤثر على شريحة واسعة من المجتمع وليس فقط على الفئة المعرضة للفقر. وأشار فينينغا إلى أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديا كبيرا في أزمة السكن. ووفقا لاستطلاع فولكس هيلفا، يعتبر 62% من الشباب أن تكاليف السكن تشكل مصدر قلق رئيسي لهم. وأظهر الاستطلاع أن 84% من المشاركين يدعمون زيادة المساكن الاجتماعية، فيما أيد 78% وضع سقف دائم لأسعار الإيجار. ودعا فينينغا إلى تجميد زيادة الإيجارات لمدة عامين وإصلاح القانون للحد من أزمات المستقبل. استقبل رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوهانا في مؤتمر دولي لمكافحة معاداة السامية المنعقد في فيينا. وحذر أوهانا من تزايد دعم حماس في أوروبا، مستشهدا بمحاولات تفجيرات أحبطت في ميونخ وفيينا، كما وصف الصراع مع حماس بأنه انتفاضة عالمية. وأعلن سوبوتكا دعمه الثابت لإسرائيل، واصفا هجوم 7 أكتوبر 2023 بأنه أكبر جريمة ضد الإنسانية منذ المحرقة. وعقد المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تجمع العشرات من الناشطين المؤيدين لفلسطين بالقرب من البرلمان النمساوي للاحتجاج على المؤتمر.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.